بالنسبه للمشروع الرسمي مازال ما وصلش، لانه يعني بالدستور يتم ايداعه يوم 15 اكتوبر. لكن هذا ما يمنعش وانه موجود تسريبات، التسريبات ما نجموش نتعاطوا معها بشكل رسمي، لكن هناك تصريحات رسميه. اذا فهم تصريح رسمي يعني من جهه رسميه كما وزيره الماليه نوليو نتعاطوا معها، نحكيه على معناها الاداء كما المضافه، ونحكيه على الضريبه الاستثنائيه، ونحكيه على مراجعه جدول الضريبه على الاشخاص الطبيعيين. هذا نجم نتعاطوا معه باعتبار انه وارد من جهه رسميه ولا لا اساس، ونجم نعطيه راينا. مساله العفاء الجبائي، لانه يظهر لي اول مره نسمعه رئيس الحكومه في التصريح نتاعو يتحدث على انه ما فماش عفاء. من غدوه تسمع وزيره الماليه تقول راه هذاك من داخل عامه راه فما عفاءات، باش نعملوا عفو جبائي يتعلق معناها بالخطايا ويتعلق بجزء معناها من اصل الدين. بمعنى وانه الى حد الان معناها صحيح مازلت ما فماش يعني صوره نهائيه، لكن ملامحها ومعالمها بدات تظهر يعني اغلب يعني العناصر نتاعها.